المتابعون الكرام عن ريسينج انطلق سيف سيدي امير البلاد المفدى حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفه الثاني هنا على الاراضي العشبيه في الريان بارك انطلاقه موفقه للسبع من الجياد العربيه الاصيله التي تشارك وتتنافس هنا في مجريات السيف. انطلاقه الجواد اللي هو في المركز الاول المرتجز دحس اروى على المركز الاول في صداره غريبه وسريعه جدا من البدايه، علما بان الشوط لازم يكون بطيء جدا لان المشاركين فيه سبع من الجياد. دحس واروى على المركز الاول، جوليان اوج على صداره هذا الشوط بينما يلحق به ثانيا في المركز الثاني هنالك المجهول سمو الشيخ حمد بن خليفه الثاني بارت دويل على المركز الثاني، وثالثا يتواجد فاتلينا دي فاوست. انا فاتلينا دي فاوست على المركز الثالث والترقب ياتينا من قبل اللي هي جانيكا دي فورغيس على المركز الرابع، خامسا يتواجد فيه ترف لسمو الشيخ حمد بن خليفه الثاني بيرنينغ سانتايو شي على المركز الخامس. المركز السادس يتراجع فيه الجواد تتراجع فرح فيث نظام فرانكي ديتوري في المركز السادس. ان المركز السابع يتواجد فيه رداد بدون الى الاخير شيئا ما اللي هو رداد لسلطنه عمان الشقيقه احمد بن عبد الله المرزوقي. اذا ايها السيدات والساده تسير الامور لصالح الجواد المرتجز. تحس واروى جوليان اوج على المركز الاول، توماس فوركي على صدارة هذا الشوط بالمركز الاول اللي هو المرتجز. ان المركز الثاني سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني المجهور مارد الصحراء ديكسي دارلن على المركز الثاني بقياده بارت دويل بتدريب السيد جوليان سمارت. ان المركز الثالث نتراجع لنشاهد الجواد فيتلانا دي فاوست اند هاري بانتلي امبورد. اذا هذه سيداتي وسادتي سيف امير البلاد المفدى ان 2015 انطلاقه المرتجز الى السيف الذهبي، انطلاقه المجهور ايضا مارد الصحراء وديكسي دارلن بقيادة اللي هو بارد دويل. انطلاق موفق بيتلانا وجانيكا دي بورغيس. الان محاولة لخطف الصدارة من قبل جانيكا. شيز ان ترافيك، نو شيز نوت. فعلا ايها السيدات والسادة انطلاق موفق للمرتجز. انا جانيكا في المركز الثاني. هذه الانطلاقة لسيف سيدي امير البلاد المفدى الى الشحانية والوسيل. ضايع السيف، حاير السيف بين الشحانية والوسيل. فعلا ايها السيدات والسادة لوسيل الى لوسيل الى لوسيل. فعلا الشحانية لوسيل، السيف الذهبي لاول مرة لاول مرة الى لوسيل الى لوسيل الى لوسيل الى لوسيل. Julian Orge, what a ride, Julian. French are doing really well, superb ride. المدرب الجواد الفائز بالسيف توماس فوسي. This guy is amazing. Could this be the best Arab in the world? Al Mutazez, this guy is probably one of the leading trainers in the world. Thomas Fossey from France.
And who is the winning owner? المالك للمرة الثانية. Here they come again. الشاكب ريسنج. Al Shakab, here they come. Oh, they love this. This is a. Oh yeah, let me hold the sword. إذا السيف الذهبي إلى الشاكب ريسنج. تهانينا وألف مبروك. That's it. Hold it high so we can see. سيف سيدي سمو الأمير. Oh, this is wonderful. I hope you can see. There it is. Liz. Yep, well done. Hang on to that. كل الشكر. It's a bit dangerous. الرسميين الآن ننتقل إلى الدرع التذكاري يستلمه السيد غيوم شلمة. Hang on, there's a big car key coming in here, Nasser. Looks like a car key for a Mercedes. Must be a very big car because the key is massive. ويتفضل سعد الشيخ نواف بن ناصر.